أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، إلى يوم الدين. ذكرنا فيما مضى أن للتفويض معاني متعدده، فأن يعتقد الانسان بأن الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام لهم القدرة الاستقلالية فهذا كفر، يعني يعتقد شخص بأن الأنبياء ما يعملون من معاجز وغيرها انما هي بقدرة ذاتية لا بإذن الله هذا كفر. أما سائر معاني التفويض بأن يعتقد الانسان ان للرسول صلى الله عليه واله مثلا الولاية التكوينية بمعنى ان الله سبحانه وتعالى اقدره على التصرف في الكون بإذن الله، أو له الولاية التشريعية، بأن الله سبحانه وتعالى فوض إليه دينه بعد أن أدبه بآدابه، أو بسائر معاني التفويض التي مرت في الحلقات الماضية، فهذه المعاني لا تنافي التوحيد، وقد ثبتت بالأدلة الصحيحة فبناء على ذلك يكون الاعتقاد بها ايمان وكنا في احاديث التفويض بالمعاني الصحيحه الحديث الثاني من احاديث هذا الباب عن موسى بن اشيم قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فساله رجل عن ايه من كتاب الله عز وجل فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأب أول فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله فبين أنا كذلك إذ دخل عليه آخر، فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية ثم التفت إلي فقال لي يا ابن أشيم إن الله عز وجل فوض إلى سليمان ابن داو ابن داود فقال هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب وفوض الى نبيه فقال وما اتاكم الرسول الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض الى رسول الله صلى الله عليه واله فقد فوضه الينا. الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا في زمان سيطره الظالمين من بني امية وبن العباس وغيرهم. واولئك كان من دأبهم ان جمعوا حولهم مجموعه من وعاظ السلاطين، وهذا دأب الحكومات الاستبداديه التي تريد ان تستقوي بالدين، وان تستحوذ على الدين، وان تحارب اهل الدين بسلاح الدين فهؤلاء جمعوا مجموعة من هؤلاء يعرفون بعض الامور والناس يزعمون انهم علماء وهؤلاء كانوا يفتون ويفسرون ويروون بما يتطابق مع هواء السلاطين. مثلا أحدهم أحد السلاطين من بني العباس كان يلعب بالحمام فجاءه أحد هؤلاء الوعاظ للسلاطين فلما رآه يلعب بالحمام قال حدثني عن فلان عن فلان عن فلان مثلا أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: لا سبق إلا بخف أو حافر أو جناح لا سبق إلا بخوف يعني البعير أو حافر يعني الفرس أو جناح يعني الحمام هذا أو جناح لا يوجد في حديث رسول الله صلى الله عليه واله وإنما هذا الشخص أضاف هذه الكلمة ليفرح الحاكم وليتزلف إليه وليحصل منه على جائزة وبالفعل الحاكم العباسي امر بان يعطى جائزة فلما ذهب قال اشهد ان قفاه قفا كذاب يعني هو يعلم بان هذا الرجل يكذب على رسول الله ولكن ما دام ما دام الكذبه هي برغبة السلطان فلا بأس بها، فالحكام الجائرون المستبدون هكذا زين، اذا واحد يجي في هذه الظروف يبين الحق قد يحاربوه حتى لو لم يكن عمله سياسيا من احيانا هسه واحد من العلماء يخشى منه سياسيا زين الظلمه يضيقون عليه لكن تاره لا يخشى منه سياسيا وانما يخشى منه دينيا يعني المستبد لا يريد للعلماء ان يبينوا الحقائق ولذا في حديث الرسول صلى الله عليه واله اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنة الله. فعلى العالم ان يظهر علمه معناه ان يبين الحقيقة حتى لا ينخدع الناس بالبدعة وحتى تتم الحجة على الناس في يوم القيامة لا يقولون احنا ما كنا ندري. احنا كنا نتصور ان هذه البدعة هي السنة. يقال لهم ان العلماء بينوا السنة لكنكم خالفتم فالحجة تامة عليكم وإذا واحد قابل الهداية عندما يسمع من علماء الحق السنة يتبعهم على كل حال هذا الجو الإرهابي الذي صنعه هؤلاء السلاطين كان السبب على أن يعيش العلماء الحق في تقية في حديث انه في يوم من الايام اعلن المنصور العباسي العيد يعني عيد شوال عيد الفطر وذاك اليوم لم يكن عيدا يعني كان اخر يوم من شهر رمضان لكن هسه شهود زور شهود اخطاوا الحاكم كان يريد أسرع يعيد أو بأي جهة أخرى فأعلن العيد المنصور قال للإمام الصادق ماذا تصنع؟ الإمام أجاب بجواب عام ذاك إلى الإمام يعني إعلان العيد إلى الإمام يعني هو الظاهر أنه إلى الإمام يعني أنت المنصور ولكن الإمام يقصد نفسه المنصور لم يكن اماما كان غاصبا زين فامر بالطعام جيء به والامام عليه الصلاه والسلام اكل من ذلك الطعام بعدين الامام عندما خرج قال لبعض اصحابه لان اكل يوما واقضيه احب الي من ان تضرب عنقي الامر دار بين امرين اما ان افطر تقيه واما ان اصوم والمنصور جلاد مستبد يامر بقتلي وكان يفعل ذلك جدا كان من الطغاة المستبدين المستهترين بدماء المسلمين، وقتل كثيرا من الساده لان اكل يوما او لان افطر يوما واقضيه احب الي من ان تضرب عنقي هكذا كان في بيان المسائل الشرعيه الحاكم عنده راي، ما حد ما له حق يخالفه، ولو هي مساله فقهيه. هكذا في التفسير، هكذا في مسائل اخرى. لذا الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا يعيشون في تقية، زين، في وقت التقية تارة الانسان يبين زاوية من الزوايا التي لا يخشى من بيانها تارة هكذا. تارة يبين زاوية أخرى تارة يبين زاوية ثالثة لأن بعض المسائل أنت تنظر إليها من جهات مختلفة وكذلك بعض الآيات لها مصادق مختلفة في مصداق أكو تقية في مصداق ماكو تقية في مصداق ثاني ثالث يوجد تقية في مصداق رابع لا يوجد تقية وهكذا تارة بيان الظاهر والباطن، فالإمام عليه الصلاة والسلام يعيش في ظرف التقية، إذا يتمكن يبين زاوية من التفسير الذي لا يتقى من تلك الزاوية، كان يبين. زين، يجي شخص ثاني يتقى منه في تلك الزاوية، الإمام يبين له زاوية ثانية. يجي شخص ثالث يتقى منه في الزاويتين، الإمام يبين له زاوية ثالثة، أو مصداق أول، ومصداق ثاني، ومصداق ثالث، فهذا الله سبحانه وتعالى فوضه للأئمة، أنت في تقية أو لست في تقية، إذا مو في تقية، وترى صالحًا، بين المسألة من مختلف الزوايا. إذا أنت في تقية من الزاوية التي أنت في تقية منها لا تبين لك حق لأن الله سبحانه وتعالى التشريع بيده إذا أمر نبيه أو أمر الأئمة أو أمر الأنبياء أو أمر المؤمنين استعمال التقية لازم يستعملوها إذا أمرهم بعدم استعمالها لازم يطيعوا لا يستعملون وإذا أمر بالتفصيل أحيانا استعمل في بعض القضايا وفي بعض القضايا لا تستعمل. أيضا لازم يطيعون لأنهم عبيدٌ مأمورون. والعبد المأمور يطيع مولاه. والمولى هو الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله مثلا كان في مكة. الله ما أذن له في الجهاد، ما جاهد. اجل المدينه الله اذن له في الجهاد جاهد الله امره بان يتوجه الى بيت المقدس توجه الى بيت المقدس في الصلاه نسخ ذاك الحكم إجا حكم جديد زين القبله تغيرت بالطرف الكعبه المشرفه وهكذا فاذا واحد لا يستشكل انه لماذا مثلا الامام يستعمل التقية لان الله هو الذي امره. لماذا المؤمنون يستعملون التقية؟ لان الله هو الذي امرهم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الا ان تتقوا منهم تقى يعني اذا مو في تقيه هذا لا يرتبط بالله اطلاقا عصيان لله لكن اذا في التقيه فهو يرتبط بالله سبحانه وتعالى حتى في كلمه الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان كلمه الكفر لا تجوز والانسان بكلمه الكفر يخرج عن المله لكن اذا اكره وقلبه مطمئن بالايمان امر دائر بين ان يقتل وبين ان يفوه بكلمه الكفر الله سبحانه وتعالى يستثني يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وفي ايه ثالثه الله سبحانه وتعالى يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه موسى ما كان مامور بالكتمان اذهب إلى فرعون إنه طغى أنت موسى مأمور بأن تبين الإيمان لفرعون وتدعوه لكن مؤمن آل فرعون لا مأمور بكتمان إيمانه على كل حال الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يجيبون السائلين في حال التقية بما يناسب تلك الحال من زوايا مختلفة لقضية واحدة وهذا الحديث يدل على ذلك ويدل على أن الله سبحانه وتعالى فوض إليهم أن يبينوا البيان الكامل أو بيان من جهة أو بيان من جهة أخرى كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بن أشيم يقول فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل سأل عن تفسير آية مثلا فأخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول يعني جواب ثاني لكن هذا الجواب الثاني كما يظهر من تتمة الحديث كان بيان للايه من زاويه اخرى. يقول فدخلني من ذلك ما شاء الله. هذا الرجل يبدو ايمانه في ذاك الوقت كان ضعيف. شك في الامام عليه الصلاه والسلام. احيانا الناس لضعف ايمانهم يشكون. ولذا نشوف مثلا في زمان الرسول صلى الله عليه واله بعض الاصحاب كان يرون موقفا لا يستوعبونه فكانوا يشكون في رسول الله صلى الله عليه واله مثلا في صلح الحديبيه حينما كان المسلمون لهم قوه وكانوا يتمكنون من القتال لكن رسول الله صلى الله عليه واله وافق على الصلح بشروط كانت صعبة على بعض المسلمين ما يستوعبوها، احنا بيدنا السلاح كيف نصالحهم؟ كيف نترك العمرة ونرجع ونحن محرمون؟ ننزع احرامنا زين؟ لاجل ان هؤلاء صدونا ونحن نتمكن من ان نقاتلهم كيف في شروط الصلح عندما كتبت هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ذاك سهيل ابن عمرو قال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك شنو تكتب من محمد هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فالرسول محى كلمة رسول الله هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو البعض اعترضوا شلون تحذف رسول الله؟ انت شاك في رساله في رساله نفسك مثلا زين من شروط المصالحه انه اذا واحد من المشركين اسلم وخرج من مكه واجى الى المدينه وهو مسلم الرسول صلى الله عليه واله يرده الى المشركين اما اذا واحد من المسلمين ارتاد وراح الى مكه اهل مكه لا يرجعونه زين شلون واحد جاي مسلم الى المدينه وترجعوه الى الكفار وواحد مسلم يرتاد يروح لمكه ولا تسترجعونه يعني كانوا يتصورون البعض ان هذا مثلا فيه ذله والبعض يقول ما شككت في نبوة رسول الله صلى الله عليه واله كشك في هذا اليوم، هكذا يقول. يعني اكو مواقف ما يستوعبونها. بعد ذلك تبين انها صلح الحديبيه هو كان مقدمه لنصر عظيم للمسلمين، ادى الى فتح مكه بعد سنتين، وادى الى انتشار الاسلام، لكن ضعاف العقول لا يعرفون ذلك. وعقيدته إذا في الرسول عقيدة هامة خلص الرسول لا يعمل شيء إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لكن إذا إيمان ضعيف يشك هسه هذا موسى بن أشيم هكذا يقول فدخلني من ذلك ما شاء الله سؤال عن آية وجوابين حتى كان قلبي يشرح بالسكاكين، يعني مقصوده انه هذا جدا صعب كان عليّ. اعتقد بعمامه هذا الانسان وبعصمته ويزعم انه يخطئ هذا الخطا الفظيع في مجلس واحد. فقلت في نفسي تركت ابا قتاده كان من علماء العامه اسمه تميم ابن النذير العدوي بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه. في كلمة واحدة لا يخطئ وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ كله فبينا أنا كذلك يعني في هذا الفكر إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي جواب آخر الإمام جواب فسكنت نفسي يعني علمت انه هذا مو خطا، هسه الانسان في مجالس مختلفة في فترات متباعدة زين يعني ينسى قد يخطئ لكن في مجلس واحد خلال دقائق يجيب بأجوبة متعددة أربعة أجوبة تبين انه لا القضية ليست خطأ وإنما لحكمة فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية هسه أجا في باله أن الإمام التقاهم أجاب كل واحد منهم بزاوية من زوايا الآية لا تسبب ضررا عليه ثم التفت إلي فقال الإمام بتعليم من الله سبحانه وتعالى علم ما يدور في خلد موسى بن أشيام أو من حالات النفسية وانفعالات التي ظهرت على وجهه الإمام عليه الصلاة والسلام علم بما يدور في خلده وكلاهما لا يتنافى أحدهما مع الآخر لأنهم كانوا متوسمين لهم الفراسة وكان لهم علم من الله سبحانه وتعالى التعليم من الله سبحانه وتعالى بطريقة غيبية الفراسة بطريقة طبيعية والله سبحانه وتعالى جمعها لهم فقال يا ابن أشيام إن الله عز وجل فوض إذا إلى سليمان ابن داود فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان الملك حيث قال عنه وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فكانت مفاتيح خزائن الأرض بيده هذه من جهة وهو نبي الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم هذا فضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى هذا عطاؤنا لك وإنت نبي معصوم حكيم فمن أو أمسك بغير حساب أمن من هذا العطاء المادي أو هذا العطاء العلمي أعط من شئت لأن أنت حكيم معصوم لا تخطئ تشوف هذا صالح تطية أكثر ذاك صالح تعطيه أقل ذاك صالح تمنعه هذا صالح تجاوبه الجواب الكامل لسؤاله ذاك صالح عن تجاوبه من زاوية ذاك صالح تجاوبه من زاوية ثانية ذاك صالح عن لا تجاوبه أصلا فمن يعني أعطي من شئت أو أمسك بغير حساب بغير حساب يعني تشك مفتوح عندك صك مفتوح اعطى بحيث انه لا يتمكنون من عده هذا معنى بغير حساب في يوم القيامه لا نحاسبك على ذلك لانك امتثلت امر الله سبحانه وتعالى زين هذا سليمان ثم يقول الامام الصادق وفوض الى نبيه صلى الله عليه واله يعني محمد فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ذكرنا فيما مضى أن هذه الآية شأن نزولها في قضية بن النظير الذين نقضوا العهد فالرسول ما أراد أن يقاتلهم وإنما أمرهم بأن يخرجوا من, من المدينة فلما خرجوا الله سبحانه وتعالى فوض إلى الرسول صلى الله عليه وآله أراضيهم ودوره ودورهم. والرسول صلى الله عليه واله وزعها على المهاجرين. لانهم كانوا قد هاجروا لا شيء لهم. هذا من جهه، من جهه ثانيه كانوا ضيوف على الانصار بالنتيجه ولو الانصار كانوا يستقبلونهم برحابه، لكن هذا كان يسبب بالنتيجه تضييق في حياه الانصار. فالله سبحانه وتعالى فوض الى الرسول صلى الله عليه واله. أكل بعض من المنافقين اعترضوا أو بعض ضعاف الإيمان اعترضوا زين الجواب أنه أنتم لم تقاتلوا على هذه الأراضي حتى تتوقعون أن تكون غنيمة لكم هذه الله سبحانه وتعالى أفاءها على الرسول والرسول هم ما صرف على نفسه صرفها لمصلحة عامة المصلحة العامة أنه هؤلاء المهاجرون زين يستقلون في بيوتهم وما آتاكم الرسول فخذوه، الآية عامة ليست خاصة بالعطاء المادي، أي شيء الرسول يقول به، ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، الله سبحانه وتعالى فوض إلى الرسول، ثم بعد ذلك الإمام يقول فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقد فوضه إلينا. الرسول صلى الله عليه وآله كان يكلم الناس على قدر عقولهم وفي الحديث الشريف أن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم الأحكام الشرعية هذه تبين للجميع لكن هناك حقائق بعض العقول لا تستوعبها لا تذكر له إذا ما يستوعب يعني هو مو تكليف شرعي حتى تبين له حقيقة من الحقائق ما يستوعب لا تبين له فلان يستوعب بين له الله سبحانه وتعالى كما فوض إلى الرسول صلى الله عليه وآله فوض إلى الأئمة هذا إجاك سألك عن آية يستوعب أن تفسر الآية له تفسيرا تاما من كل الزوايا بظاهرها وباطنها بين له ما يستوعب الباطن بين للظاهر الظاهر كل ما يستوعبه بين زاوية ما يستوعب تلك الزاوية بين له زاوية أخرى من نفس الظاهر تقية لا تبين له مو صالحة تبين له أصلا لا تذكر له الجواب أعرض عنه جوابه هذا تفويض من الله سبحانه وتعالى للائمه في حديث انه احد الولاة اشكل عليه اظن الحجاج اشكل عليه معنى القضاء والقدر فكتب الى مجموعه يسالهم عن القضاء والقدر فكل واحد اجاب بجواب يختلف عن جواب الاخر اظن ثلاثه او اربعه اجوبه وصلت له فلما نظر إلى الأجوبة شاف كل الأجوبة صحيحة مع أن الأجوبة مختلفة فسألهم تبين كل واحد منهم قد أخذ ذلك من أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام لأن القضاء والقدر بحر عميق زين الإمام عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات أو بحسب بعض الأشخاص بيّن زاوية هذا سمعها ذاك سمع زاوية ثانية ذاك سمع زاوية ثالثة ذاك سمع زاوية رابعة فكل واحد حسب الزاوية اللي سمعها كتب وكلها صحيحة وهكذا سائر كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام أحيانا البعض يتصور أنه في أحاديثهم تناقض زين إذا واحد ما يعتقد بهم يحمل الخطأ منهم والعياذ بالله إذا واحد يعتقد بهم يقول هاي الرواية ضعيفة هاي الرواية مكذوبة هذه الرواية كذا في حين أنه لعل جميع تلك الروايات معتبرة صدرت عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لكن بهذه الجهة التي بيناها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بهم هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين